وبركاته. اليوم حتكلم عن أزمة كبيرة احنا بنعيشها منذ بضع أسابيع، وهي أزمة فيروس الكورونا. والأزمة دي حتمر إن شاء الله، وهي أزمة عالمية. ما أعتقدش أننا كلنا هنسلم منها، لكن نتمنى من الله سبحانه وتعالى السلامة للجميع. وحدثت أزمات كثيرة في الماضي زي أزمة الكورونا من زمان، من آلاف السنين. وكان أحد هذه الأزمات كان أزمة الطوفان اللي ربنا سبحانه وتعالى بعثه علشان يطهر الأرض ممن عليها من خبث في العقيدة إلى آخره. في أزمات كثيرة أدت إلى اختفاء قارات، اختفاء شعوب، اختفاء أوطان، اختفاء مدن إلى آخره إلى آخره إلى آخره، من خلال كوارث طبيعية أم خلال عقاب رباني لبني البشر اللي هم خرجوا عن المسلك الطبيعي لحياة الإنسان. وبعدين بعد كده دخلنا في الأزمات في القرن العشرين اللي كان فيها حربين عالميتين أدوا إلى دمار مئات المدن وتشييد عشرات الملايين من النازحين واللاجئين، وقتل عشرات الملايين أيضا من المستضعفين والنازحين واللاجئين إلى آخر. ثم بعد هذه الأزمة بتاعت الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، واجهتنا حديثا حاجة اسمها أحداث سبتمبر. وكل أزمة من الأزمات دي بتؤدي إلى تغيير مجتمعي خطير جدا داخل المجتمع، على صعيد إقليمي أو على صعيد قاري أو على صعيد عالمي. فالحربين العالميتين الأولى والثانية أدوا لتغيير مجتمعي كبير على صعيد العالمي. وحاليا نتكلم عن 11 سبتمبر أدت لتغيير كبير في الخرائط الديمغرافية للمنطقة، في واللي هو السياسات التي أنشأتها الدول بعد 11 سبتمبر. دي مقدمة بالنسبة لنا نتكلم فيها عن هل بعد 11 سبتمبر أصبحت الأزمة هي حرب على الإرهاب أم حرب على الإسلام. كل الأزمات دي تعتبر سنن من سنن الحياة. دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، نحن بنعيش داخل نظام عالمي جديد، نعتقد أنه بيغير نفسه مرة تانية من جديد، خاصة أنه هو استطاع هذا النظام العالمي اللي كان يتحكم فيه قطبين كبيرين، قطب الشرقي وقطب الغربي، الاتحاد السوفيتي والمعسكر الغربي أو معسكر العثماني، المعسكر الاشتراكي أو الشيوعي. بعد هزيمة الاتحاد السوفيتي في حرب أفغانستان أصبح في قطب واحد في العالم يدير منظومة النظام العالمي الجديد منذ حوالي 30 سنة. فهل هذا النظام العالمي الجديد حاليا هيولد نظام عالمي جديد آخر؟ ده سؤال بنسأل نفسنا. وهل النظام الجديد ده هيقضي على التكتلات الحالية؟ ما هي التكتلات الحالية؟ اللي هي الجامعة العربية، أمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، حلف الناتو، الاتحاد الأفريقي، نظام التعاون الإسلامي إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فهل النظام العالمي الجديد اللي احنا اللي بيدير العالم دلوقتي هيؤدي إلى ميلاد نظام عالمي جديد هو في المخاض الآن؟ دي النقطة الرابعة. نحن الآن نتكلم أيضا عن واقع أليم تواجهه كل الأنظمة اللي هي بيتحكم فيها الفساد. أغلب الأنظمة السياسية والاقتصادية والعسكرية وحتى الاجتماعية والثقافية ضارب فيها الفساد، فساد غير عادي. وأصبح العالم حاليا بنظامه العالم الجديد يقر بأن الفساد جزء من المنظومة الاجتماعية. ده اللي احنا بنتكلم عليه، في فساد، في قد يولد نظام جديد من داخل النظام العالمي اللي بيدير العالم إلى الآن وإلى آخر. النقطة الخامسة بنتكلم فيها، هل حيحدث تغيير أو تغيرات مجتمعية جذرية بعد الانتهاء من أزمة الكورونا ولا؟ وده هيكون في كافة المجالات. هتتغير هذه المجالات إنسانية أو اقتصادية أو زراعية أو بيئية أو عسكرية أو أمنية أو اقتصادية إلى آخره إلى آخره. أنا أجزم أن أنا أقول سيحدث تغيرات في كل هذه الأنظمة اللي موجودة نتكلم عنها. نقطة السادسة، هنسأل سفسدان، هل بيحدث ده مؤامرة؟ لما بعض الناس تكلموا قال من نظرية المؤامرة، هل هي مؤامرة وحرب ما بين الغرب والشرق، أو حرب ما بين الصين أو حرب ما بين روسيا وإيران وأمريكا وأوروبا إلى آخره، أم هو يعني اختبار إلهي؟ سواء كانت حرب أو اختبار إلهي ده ما يعنينيش أنا شخصيا، لكن علينا نكون مستعدين لما بعد هذه الأزمة. وهل الحرب دي هتتأثر بيها أو المؤامرة هتتأثر بها حتى الدول التي نسجت أنسجة المؤامرة ولا؟ الله أعلم، ممكن تتأثر، لأن ما في دولة دلوقتي إلا أعلنت عن نفسها أنها أصيبت مثل هذا الوباء.
النقطة السابعة بنتكلم عنها، هل الهدف من كل هذا في هدف آخر احنا بنتكلم عنه اللي هو القضاء على الإسلام؟ احنا قلنا 16 سبتمبر غيرت القوانين عشان تحارب الإسلام، لكن هل الهدف هو القضاء على الإسلام بعد أن انقض النظام العالمي الجديد مع كثير جدا من العرب والمسلمين على خلاف العثمانية في القرن الماضي؟ هل سينجحوا في القضاء على الإسلام؟ لما أنا بتكلم أيضا ده حاجة الواحد يفكر فيها قبل ما يبتدي يضع حلول. كل هذا وغيره بيخلينا نستعد للتصدي لمراحل هذه الأزمة المختلفة، مسترشدين بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إذا قامت الساعة كان في يد أحدكم فسيلة فليزرعها. يعني لو أنت شايف الشمس طالعة من المغرب والساعة خلاص ما فيش عمل وفي إيدك شجرة صغيرة كده، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ازرعها، يعني اعمل لآخر لحظة من لحظات حياتك ولا تيأس. في هذه المرحلة لابد أن نستعد فيها. أول حاجة المرحلة دي نعمل فيها إيه؟ إننا نحافظ على ما نملكه من مقدرات ومصادر بشرية، نحافظ على ما نملكه من مقدرات ومصادر بشرية ومادية. نمرة اثنين، نحافظ على ما نستطيع إنقاذه من مجتمعاتنا قبل أن ننتقل إلى بعد الأزمة. نمرة ثلاثة، نرفع مستوى الوعي المجتمعي لدى الأفراد، يعني دائما نذكر الناس. نمرة أربعة، الاستعداد لمرحلة ما بعد انقضاء الأزمة نفسها. نمرة خمسة، عدم إنهاك مجهوداتنا في انفعالات عشوائية. نمرة ستة، نبدأ في بناء قيادات مجتمعية جديدة وشابة، لأن كافة القيادات المجتمعية الحالية أو غالبيتها هي قيادات فاسدة أو خارج التاريخ. نمرة سبعة، عدم الثقة بالقيادات الحالية سواء كان قيادات سياسية أو اجتماعية أو إلى آخره. نمرة تسعة أو تمانية، في الآخر الاستعداد للمجهول، لابد نتوقع أن المجهول هيحدث. المرحلة ونحن في داخل الأزمة لابد أن نضع كل هذه الأشياء على الطاولة لكي نستطيع أن نستعد لمرحلة ما بعد انقطاع أو انقضاء الأزمة نفسها. النقطة التاسعة نتكلم عنها، كيف نواجه مرحلة ما بعد انتهاء مرحلة الأزمة. يعني احنا بقولنا أزمة الكورونا ممكن تستمر 6 أشهر، ممكن تستمر سنة، ممكن تستمر أكتر، تستمر أقل، لكن احنا لابد علينا ان احنا وإحنا في داخل المشكلة نستعد لما بعد الخروج من المشكلة وكون مستعدين. وأول نقطة فيها لابد نؤمن بالتالي، وده مهم جدا 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 جدا، ايه هو؟ قدرتنا على بناء التحالفات وبناء الشراكات. احنا خارجين من أزمة كبيرة أصابت العالم من مشرق المغرب ومن شمال جنوبه، فلابد ان احنا نؤمن بقدرتنا على بناء التحالفات والشراكات. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، اننا جميعا 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 ابناء مجتمع واحد، وطن واحد، واقليم واحد، وقارة واحد، لان احنا نريد ان ننقذ هذه القارة بما فيها أو كوكب واحد. دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، نحافظ على عدم تلوث البيئة مرة أخرى. يعني من محاسن هذه الأزمة إن كمية التلوث البيئي اللي كانت بتقوم به الدول الصناعية العظمى قلت جدا 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 في كل مكان في العالم، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. نمرة أربعة، قدرتنا على بناء مجتمعات جديدة، لابد أن نكون قادرين على بناء مجتمعات جديدة نعيش فيها، لابد أن نكون قادرين على بناء منظومات لمحاربة الفساد في كل مجالات المجتمعات، لا فساد اقتصادي أو فساد زراعي أو فساد اجتماعي أو فساد سياسي إلى آخره. لابد علينا أن نستطيع بناء ما نسميه التوحين الهوائية. أنا بسمي الأزمة اللي هي موجودة دلوقتي إنها زي السونامي، هي بريح عاتية، بريح عاتية كبيرة جدا جدا، فلابد احنا نبني الطواحين الهوائية القادرة على تغيير اتجاه رياح التغيير لكي لا تكون مدمرة. يعني معناها ان نبني مجتمع مدني قوي، نبني مؤسسات مجتمع مدنية قوية، نبني تحالفات قوية، نبني نرفع الوعي عند الناس، نبني قيادات نرفع وعي الشفافية الى اخره الى اخره. يبقى بناء التواحين الهوائية القادرة على تعديل مسار رياح التغيير المدمرة للمجتمعات من خلال التواحين الهوائية دي اللي احنا بنسميها ايه؟ اللي هي مؤسسات المجتمع المدني القادرة قادرة على حماية الوطن وحماية الشعوب وحماية المقدرات. وجود بدائل حديثة لمنظمات دولية، الأزمة دي هتخرجنا. هل الأمم المتحدة ستستطيع أن تخرج من هذه الأزمة معافاة سليمة هي وكل المؤسسات الأخرى، أو هيكون علينا أننا نبدأ نفكر في بناء منظومات أخرى تحل محل هذه المؤسسات التي ضربها الفساد من خلال الأداء السيء للحكومات لهذه الدول الأعضاء اللي فيها. وجود بدائل حديثة للمنظمات الدولية والأممية التي أفسدتها الحكومات. نقطة اللي بعد كده هو إعادة تعريف وصياغة مفهوم معنى المجتمع، معنى المجتمع الجديد.
معنى الوطن، معنى القيم، معنى الأخلاقيات، معنى الثقافة، معنى التاريخ. كل هذه الأشياء لابد أن نعيد صياغة كتابتها من جديد لكي نستطيع أن نضعها كأطر لبناء المجتمعات الجديدة اللي هتخرج من تحت عباءة هذه الأزمة. النقطة الأخرى، الاعتماد على المتاح من إمكانياتنا. كل موقع وكل مجتمع وكل موطن وكل شعب لابد يتعلم أن يعتمد على ما عنده من مصادر متاحة محلية لكي لا يستعمر ثقافيا أو اقتصاديا أو عسكريا أو فكريا أو إلى آخر. النقطة اللي بعدها، يكون في تتابع في القيادة، نربي القيادات لكي تستطيع أن تأخذ دورها في التتابع المجتمعي ولا تكون قيادة حتى الموت. النقطة الأخيرة، دائما ما نجد الحلول المجتمعية الجديدة التي يبتكرها أبناء المجتمع من خلال معاناة هذه المجتمعات القادرة على إفراز هذه الحلول. يبقى احنا حينما ننظر لمثل هذه الأزمة، هي ليست جديدة، حدثت قبل كده في التاريخ يعني عشرات المرات، اختفت فيها قارات ومدن ودول إلى آخره، وسنخرج من هذه الأزمة حينما نحافظ على مقدراتنا في المرحلة الصعبة دي، ثم نطبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو بيقول فيه إذا قامت الساعة وكان في يد أحدكم فسيلة فليزرعها، فازرعوا كل فسيلة ولا تيأسوا ولا تهنوا وأنتم الأعلون، لكي نخرج من هذه الأزمة لبناء مجتمعات جديدة قوية قادرة على استقرار الأمن والأمان لكل الشعوب في العالم. السلام عليكم ورحمة الله.